يأتي كتاب الرهبانية الباسيلية الشويرية سجل الرهبان الجزء الثالث الذي انكب على أعداده منذ سنوات الأرشمندريت بولس نزهة تتويجا للجزئين السابقين وخاتمة لسجل الرهبان الباسيليين الحلبيين والشويريين منذ العام 1710 وحتى أيامنا هذا. وبالتالي يعتبر كتاب الأرشمندريت نزهة الرئيس العام الأسبق للرهبان الباسيلية الشويرية إلى جانب كتاب الأرشمندريت أثناسيوس الحاج الرهبانية الباسيلية الشويرية في تاريخ الكنيسة والبلاد أهم ما صدر حتى اليوم عن تاريخ الرهبانية الشويرية، بحيث يسد فراغا ويساعد الباحثين في تاريخ كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك ويسهل عليهم تتبع دور الرهبان الشويريين في مختلف المجالات الروحية والزمنية وفي خدمة الأبرشيات والرعاية في نطاق بطريركية أنطاكيا والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك. كتاب سجل الرهبانية الباسيلية الشويرية تم توقيعه في الدورة 37 للمهرجان اللبناني للكتاب في أنطلياس في حضور البطريرك المتقاعد غريغوريوس الثالث لحام وكهنة ومؤمنين من أبناء الكنيسة. نهنئ الأرشمندريت الحبيب بولس نزهة على المجهود العلمي الثقافي الملكي الرومي الأصيل الذي يمثله وينشر هذا النور الذي بعض المرات يكون تحت المكيال حتى يكون على المنارة لينير على كل من في البيت. وبهذا المعنى الرهبانيات هي كنوز، لأنه الروم الكاثوليك تأسس في الواقع من خلال الحياة الرهبانية سواء المخلصية أو الشويرية والحلبية مع بعض. ثلاث رهبانيات هن في أساس وجود الروم الكاثوليك ورسالة ودور الروم الكاثوليك، ولذلك هذه الوثائق القديمة تعبر عن أصالة الكنيسة ويمكن أن تكون أيضا نورا للأجيال الحديثة. هالكتاب مرق بثلاث سجلات، ثلاث أجزاء، الجزء الأول والجزء اللي هو مشترك بينه وبين إخوتنا الرهبان الحلبيين قبل القسمي، عملوا المطران أبراس ميخائيل أبراس متروبوليت صور، والجزء الثاني كان عن الرهبان الحلبيين من وقت القسمي لليوم كمان المطران أبراس، القسم الثالث اللي هو الأكبر مبدئيا كحجم وعدد الرهبان الشويريين من القسمة سنة 1829 لل 2016. مقابل ذلك وانطلاقا من أهمية الحفاظ على تراث وأرشيف الكنيسة الملكية الكاثوليكية والعمل على مكننته لمواجهة تحديات المستقبل وإبراز دور الكنيسة في تقدم المجتمع ونموه، برز كتاب الوثائق حول كنيسة الروم الملكين الكاثوليك الذي انكب على توثيقه وأعداده كل من الأرشمندريت بولس نزهة والدكتور عصام خليفة أحد أساتذة التاريخ في الجامعة اللبنانية، وذلك بهدف تأمين الفائدة وخاصة للحفاظ على الأرشيف من الاندثار. توفر لي وثائق عن طائفة الروم الكاثوليك، طلعت جزء أول وطلعت جزء ثاني، فقدس الأباتي بعلمه بمعرفته بعقله المنفتح قال إنه في وثائق بدار الخنشارة اللي هو مؤسسة الباسيلية الشويرية كتير مهمة، ففي ملف تعاوننا ننشر الجزء الثالث. الجزء الثالث بفيد المؤرخين، أكيد هو بفترة البطريرك ماكسيموس الثالث مظلوم. وإذا ما تعمقنا في هذا الكتاب الجزء الثالث يتراءى لنا أن جميع وثائقه ترتبط بحقبة مسؤولية البطريرك الاستثنائي ماكسيموس الثالث مظلوم، وتاريخ هذه الوثائق يتراوح بين العام 1833 والعام 1855.